بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا دار الثقافة الأهلية، أرحب بكم من جديد مع مادة الرياضيات ومع الجزء الثاني من الدرس الضرب في أربعة وحل مسائل أتدرب وبقية مسائل الدرس. نبدأ مع بعض الدرس. يقول لك أتدرب وأحل المسائل، أجد ناتج الضرب مستعملا النماذج أو الرسم إذا لزم الأمر. وإن شاء الله مش هنستعمل الرسم. طب معظمكم دلوقتي احنا خدنا في الجزء الأول بتاع الدرس، أتأكد ومعظمكم إن شاء الله يكون حفظ جدول الضرب أربعة ويعرف إن شاء الله بإذن الله الناتج فورا. ها نبدأ مع بعض. رقم سبعة بيقول لك ها ثلاثة ضرب أربعة ها يساوي كام؟ ها هنكرر الأربعة ثلاث مرات. ها الله 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 الله، أيوة كده ممتاز، أيوة 12 إجابة صحيحة، 12 إجابة صحيحة، ممتاز. يبقى الإجابة 12 إجابة صحيحة، ممتاز. ها ننتقل للسؤال رقم 8. ها 8 ضرب 4 خدناه، 8 ضرب 4 خدناه في الدرس اللي هو بتاع الكتب، جميل، ايوه كام؟ الله الله ممتاز، ايوه 32 اجابه صحيحه، ممتاز اجابه صحيحه 32، جميل. ها المساله اللي بعدها رقم كام؟ رقم 9. ها 4 ضرب 7 خدناها المساله دي، فاتاكد اللي هو ازاي نجيب الناتج 7 ضرب 4 باستعمال 7 ضرب 2، ايوه الله الله الله، ممتاز ممتاز ممتاز، ايوه 28 اجابه صحيحه، 28 اجابه صحيحه، ممتاز جميل جدا جدا. ها ها 4 ضرب 9 ها 4 ضرب 9 كام؟ الله الله، يعني 9 نكررها 4 مرات او الاربعة نكررها 9 مرات كام؟ الله الله، ايوه ايوه، انا شايف ناس بتجاوب صح، ايوه بطل، ايوه بطل بطل، ايوه ايوه 36 اجابه صحيحه، 36 اجابه صحيحه، جميل جدا جدا ممتاز جميل، ايوه. المساله اللي بعدها، اكتب جمله الضرب مستعملا النماذج او الرسم اذا لزم الامر، جميل. حافله الطلاب فيها 9 صفوف من المقاعد، طيب جميل، حافله بتنقل طلاب فيها 9 صفوف. طب فإذا كان كل صف يتسع لأربع طلاب، يعني كل صف يتسع لأربع إيه؟ طلاب، يبقى هنا الحافلة بتاخد كام طالب؟ أيوه أيوه ممتاز، هنقول 9 ضرب 4، لسه واخدينها في المسألة السابقة كام؟ أيوه 36، طيب يا عم، وكان هناك 48 طالبا، طيب جميل، فما عدد الطلاب الذي لا يمكنهم ركوب الحافلة؟ يبقى هنعمل أول حاجة إيه؟ هنعمل حاجة هنضرب 9 ضرب 4، ها، قول 9 ضرب 4 كام؟ 36، ثم بعد ذلك نطرح 48 ناقص 36، هنقول 8 ننقص منها 6، أيوه يساوي كام؟ يساوي 2، و4 ننقص منها 3 يتبقى 1، يبقى كم طالب لا يمكنهم؟ يبقى الناتج هنا 12. يبقى كم طالب لا يمكنهم ركوب الحافلة؟ أحسنتم، 12 طالبا لا يمكنهم ركوب الحافلة، ممتاز بارك الله فيكم. عرفتوا كده فهمتوا المسألة؟ يبقى احنا أول حاجة هنضرب 9 ضرب 4 يساوي 36، وبعدين هنطرح هننقص من ال 48 نقص منهم 36، طلع لنا الناتج كام؟ 12، يبقى 12 طالبا لا يمكنهم ركوب الحافلة، جميل جدا. المسألة اللي بعد كده رقم 12، ها بيقول لك يضع عبد الله كل أربعة أقلام في علبة، يضع عبد الله كل أربعة أقلام في علبة، إذا كان معه 28 قلما ففي كم علبة يضعها؟ يبقى هنقول المسألة هنا، هنقول إيش؟ هنقول هنا 4 ضرب كام يساوي 28؟ ها ايه اللي نضربه في الأربعة يدينا 28؟ الله، ها أنا سامع ناس، ها 5؟ لا غلط، 5 لا لا، ها 9؟ لا غلط، ها 6؟ لا غلط، الله الله، أيوه كده بطل، أيوه أبطال، 7 إجابة إيه؟ إجابة صحيحة، إجابة إيه؟ إجابة صحيحة، يبقى إذا يبقى إيه؟ يبقى إذا يضعوها في 7 علب، يضعوها في 7 إيه؟ علب، ممتاز جميل جميل.
ناخد المسائل اللي بعدها. مسائل مهارات التفكير العلوي. مسألة مفتوحة. مسألة مفتوحة. أشرح طريقة أستعملها لأجد ناتج 4 ضرب 6. ثم أبين لماذا أفضل أفضل هذه الطريقة. 4 ضرب 6 هنستعمل طريقة هي. العد القفزي. جميل. ها. الجمع المتكرر صح. جميل. يبقى هنستخدم الجمع المتكرر. يبقى تكرار الجمع. هنقول 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4. يبقى هنكرر 4 كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6. ليه؟ لأن 4 ضرب 6 يعني إن 4 مكررة 6 مرات تساوي كام؟ أيوه تساوي 24. بعض الطلاب يقول لي يا أستاذ طب ممكن نكرر 6 4 مرات. أيوه هنقول 6 زائد 6 ها زائد 6 زائد 6 يساوي 24. يبقى انا استخدمت الجمع المتكرر لان الجمع المتكرر فيه العد القفزي وفي الجمع المتكرر وطريقه سهله جدا جدا اللي انا اجد بها ناتج الضرب. جميل جدا. مساله رقم 14. اكتشف الخطا. اوجد كل من محمد وزيد ناتج 8 ضرب 4. من منهما اجابته صحيحه؟ اشرح اجابتي. طب تعالى هنا زيد قال لك 8 ضرب 4 هي نفسها 8 زائد 4 وتساوي 12، الكلام ده صح؟ لا لا ايوه غلط 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 ايوه. ازاي الضرب يكون زي الجمع؟ يبقى الواد زيد هنا ده غلط. طيب نيجي للواد محمد. محمد قال 8 ضرب 4 هي نفسها 4 زائد 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 4. كم مرة الأربعة مكررة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. الله. يبقى 8 ضرب 4 يعني الأربعة مكررة 8 مرات تساوي 32. الله. يبقى الواد محمد ده ممتاز. يبقى محمد إجابته إيه؟ صحيحة. إذا محمد إجابته صحيحة. طيب جميل جدا. طب زيد لأن يزيد إجابته خاطئة. ليه؟ لأن زيد جمع العاملين بدلا من ضربهما. يبقى هنا زيد جمع العاملين بدل من ضربهما واستخدم الايه وجمعهم بدل ما يكرر الايه الجمع. يبقى محمد اجابته صحيحه ولان زيد جمع العاملين بدل من ايه من ضربهما. جميل جدا. نجي المساله رقم 15. اكتب مساله من واقع الحياه تتضمن الضرب في العدد 4 ثم احله. جميل جدا جدا. هنكتب اي مساله اي مساله. نقول ايه؟ 6 طاولات لكل منهما 4 أدراج. 6 طاولات لكل منهما 4 أدراج. جميل. كم درجا في الطاولات جميعها؟ يبقى انا هنقول ايه بقى؟ هنقول 4 ضرب 6 يساوي كام؟ لسه واخدينها في المساله لسه درس. كام؟ الله الله ممتاز ممتاز. 24 اجابه صحيحه. 24 اجابه صحيحه. احسنتم بارك الله فيكم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الجزء الثاني من درس الضرب في 4. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.